احلى المواقف التي تذكرين لاحمد زكي؟ احمد زكي احمد زكي كان في شوت فيه بيضربني بالقلم والقلم كان يعني متوقعتش انه يبقى بجد كده يا حقيقي بس مش كده. فبعد ما عملت الشوت وكده لقيت الماكير جاي بيعتذر لي بيقول لي مدام سوري احنا هنعيد الشوت تاني. قلت له ليه؟ فقال لي كنت مركبه حسنه اللي هي فلما ضربت الحسنه طارت في الشوت. قعدت اعيط اكتر من ضربتي بالقلم. وجي احمد قعد يعتذر لي يعتذر لي ويعني بس خلاص انا مش طايقه بقى ضربت بالقلم بجد. وبعدين جينا نعمل شوت بعدها المفروض ان انا بضربه بلعبه كده. قعد خايف ومرعوب يقول لي لا عينيا وشي ورعبني يوميها ان انا اضربه باللعبه دي. قعدت اقول له ما تخافش اللي مقدر اللي ربنا كاتبه هيكون ربنا يقول لي لا 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 عيني وشي. بعدها باسبوع عمل حادثه في الطريق الصح. قلت له ما قلت لك سيبها لربنا. يعني احمد كان شويه في حياته جد قوي مش بدات بسؤالي عن من تعاملتي معهم وقد رحلوا الان. فاعلم انك ايضا ستقولين الصدق في من عملتي معهم ولا زالوا احياء قد يشاهدون هذه الحلقه. ماذا عن عادل امام؟ عادل امام ده يعني رمز الفن رمز الفن. وعادل امام طبعا مصنف انه فنان كوميدي لكن الموضوعات اللي بيختارها عادل امام موضوعات بتمس المواطن المصري بشكل مش طبيعي وبيضرب في عرض الحائط حتى لو هو صاحب اهل السلطه ولكن في النهايه بينحاز للمواطن. فعادل امام ده شخصيه فنان بمعنى الكلمه.